يعني كان كثير مبسوط ميشيل بس عرف انك جاي قال لي خي جاي حدا من جيلي اخيرا. حس حاله ما بتسلى مع حدا مشان هيك لبس هيك فانكي وهيك حتى يبين انه اصغر منك بعد حتى يبين انه اصغر منك كمان. على كل حال انور بالعمر صغير وفعلك كبير. انور نور انت فنان لبناني انطلقت من استوديو الفن 2010 وتميزت سريعا باللون الكلاسيكي بصوتك الجميل وبأغاني لاقت استحسان كبير وخاصة عند الشباب ومؤخرا أصدرت أغنيتك السادسة عم بتخيلها كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولس. مساء الخير منير كيفك قاعد معنا السهرة هيدي عن جد يعني الكلمات الحلوة اللي عمال يعطيها كمان تحياتنا لأستاذ نزار فرانسيس طبعا. كمان ما بتدخن ولا بتشرب كحول وما بتحب السهر بالملاهي الليليه. شفت حكيم؟ كيف ملاقي الجو الفني لحد هلا وكيف عم تتاقلم فيه؟ لا كثير كثير حلو طبعا في مطبات اكيد يعني وين ما كان وبيضلوا يلاقي اشياء الواحد ما كان مستنظرها يعني بس لا الحمد لله كل شيء منيح لحد هلا. مثل شو انور مثلا انه شيء يعني دائما بيقول لك في صعوبات رح تواجه صعوبات اذا دخلت المجال اكيد في بس ما بتحس فيها غير على عن جد لحتى تصير جوا اكيد واكثر شيء هي المسؤوليه يعني طبعا كل ما يصير في نجاح يعني بصير الواحد عليه مسؤوليه اكبر لحتى يعمل نجاح اكبر منه ويكمل اللي 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 بلشه من الاساس فهذا شغله كثير كبيره وعم نحاول قد ما فينا انه بمجهود الكل يعني انه نضلنا على هالطريق. أنور السنة بتخلص دراسة بزنس من الـ AUST بدنا نتمنى لك التوفيق بالامتحانات بالميوركس دور اللي حصلت عليه السنة الماضية وبالفن أكيد بس قبل ما نوصل لهم قلت لنا أنك بعدك عم تتخيلها بعدك لهلا عم تتخيلها أيمتى رح يجي الوقت وتلاقيها لسعيدة الحظ؟ لما يجي الوقت بكون يجي الوقت بعد بكير هلا أنور سينجل؟ هلا سنجل بس هو عم يتخيلها مع غيره مش مع حياته مع غيري مع غيري عم بتخيلها ما بعرف يمكن بقتلها وبقتل حالي يا ربي اوعى تجربني بهيدي الطريقة تعذبني وتحرمني الغالي مع غيري عم بتخيلها ما بعرف يمكن بقتلها وبقتل حالي يا ربي اوعى تجربني بهيدي الطريقة تعذبني وتحرمني الغالي يا ويلي شفتاش نهار مرافقها غيري بمشوار الله. تخلص حياتي وبنهار وحلمي بيموت قبالي يا ويلي شفتاش نهار مرافقها غيري بمشوار الله. تخلص حياتي وبنهار وحلمي بيموت قبالي يعني هالكلمات بمسلوك اذا كنت بتحب بنت انه بقتل حالي وبقتلها لا مش لهالدرجه مش لهالاكستريم يعني بس انه معناته الحكي بينهار بس بقرب على السياره افتح الباب وقول له نزال يا حمار هلا بدي غني لي اياها نحن رايحين اكيد بدك تنتبهي لانه اذا صار شيء بيقتل حاله وبيقتلك يعني بعدين بقتل حالي غار غار
لا لا وبنهار وبالليل. أنور رح نعمل لك، وأنا عم نحكي كله عن الأغاني، رح نعمل لك انترفيو خاصه بالأغاني. أنور نور وانترفيو غنية. أنور، أحلى غنية سمعها بحياتك؟ أحلى غنية؟ صعب هو السؤال. رح حلفك بالغصن يا عصفور. حلو بدا زهر. حلو يعني دينتك ميالة للطرب اللبناني أكيد. يعني أكيد للعصفور ينقدك إن شاء الله. شو أنا أمبوز؟ هيك جوابات لأولاد صغار. شو أنا أمبوز؟ غنية لزميل أمبوز البنت. غنية لزميل موجود هون كنت بتتمنى لو كانت لألك. غنية شو؟ هات لشو؟ عندك أغاني؟ لا 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 ولا ليش عم تطلع فيه تطلعت إنه أنا؟ حتى ما تنقيني لألي. سؤال صعب. ممكن ما تغيرت. ما تغيرت؟ بده زقف. حفظها؟ ايه تحب تسمعها بصوته؟ ايه ليش لا، صوته بجنن. بس انه تقعد غار هلا او بتتضايق او كذا. سم بتسم سم. ما تغيرت بعدك حبيبي، ما تغيرت يا رارارارا. وشو ما قلت غالي علي، شو ما قلت يا رارارارا. مرتاح تعبان فرحان زعلان، انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي اي اخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد اندلت ورجع. كم مرة حلوة كتير بصوته، طلع أحلى بكتير. صوته حلو كتير بصوته الأولى. لا أكيد صوته الأولى الحاج يعني باينة الأولى باينة. وبعدين هو بده ينبسط فيه، انبسط فيه. يخبرني أنا شفته قد ايش مبسوط. أنا أصلاً بحب له صوته لأنور. عن جد صوته قادر وأبضاي. باريتون صوته عن جد. لا مش أنا، لا مش بس باريتون، لا بيطلع تينور صوته. بس هو يعتبر فصيل باريتون. بلشنا؟ بلشنا. شو بدك؟ حطوا بعض. قول إيه. إيه إيه. أوكي. أغنية كانت تغني لك إياها أمك أنت وصغير. بلش يمكن اولى. لا خلص خلص خلصنا الليله. انت بخير الله خلصنا الليله. فيك البركه. كانت تقول لي بتذكر مره قالت لي موال للاستاذ وديع. انت اخذ هالحب استاذ وديع من الوالده يعني. في لا هلا انا بميل كثير يعني لاسمعهم من زمان يعني، بس بتذكر مره قالت لي موال بعنوان امي للاستاذ وديع. شو هو؟ ما في للام اليوم. أمي يا كلمة حب غناها الزمان، والبحر نقطة صغيرة من قلبها أمي. الله. أمي كلمة حب غناها غناها الزمان، والبحر نقطة صغيرة من قلبها. شو الحب لولا صوتها وهاك الذنوب، يا المرجحوني ومرجحوا أجيال.
شو الحب لولا صوتها وهاك الزنود هي المرجحوني ومرجحوا أجيال منبعوا من حدود ما بعد حدود بنوجه لها تحية للوالدة كمان. أغنية بتذكرك بحب سابق؟ ليلى عيدي. ليلى عيدي وأنت بعيدي. غنية بتحبها بس ما فيك تغنيها. بتأثر فيك. بتونس فيك. طبعا قصة ما بتزبط. أنت معها. بحبك وبعرف بحبها ما في بحبها ما في غنيها نادر ما بقعد من دونها 100% خلاص اعطاك الجواب اعطاني الجواب اخذته